أخبار صباح. بيتابع التدخين يؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة، عبارة منشوفها على كل منتجات التدخين، إنما تقرأ وكأن شيئا لم يكن. وبهدف التحفيز ومعالجة المدمنين على التدخين، كان مركز تم افتتاحه بمستشفى أوتيل ديو بمبادرة لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص للتخلص من هالمادة السامة المنتشرة بكل فئات المجتمع. تقرير. بهدف زيادة الوعي تجاه الأثار السلبية للتدخين والحد من انتشاره، وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين، تعاونت شركة بيرينجر الألمانية مع مستشفى أوتيل ديو لافتتاح مركز للإقلاع عن التدخين. نحن هالمركز للعالم اللي بتحب توقف دخان واللي بدها سبل ما تتعذب بتوقيف التدخين، نحن بنساعدها أنه توقف بعلاجات، بمتابعة، بمرافقة بكل فترة توقيف التدخين. نحن ما فينا إلا ما نكون موجودين ونشد إيدنا على إيد مؤسسة أوتيل ديو والجامعة القديس يوسف، لأنه هذا الأمر بيخدم الصحة، بيخدم الوطن، لأنه مثل ما بتعرفي آفة التدخين كلفتها كتير غالية على لبنان. نحن we support هيك سنترز لأنه فعلا في كتير لبنانية كبرسنتج واحد على كل ثلاثة لبنانيين عندهم مشاكل تدخين وما بيقدر يوقفوا لحالهم. بيساعد الناس على أنه تضل صحية أكتر، تعمل رياضة، تخفف من الأشياء اللي ممكن تأذيها مثل التدخين. بتمنى أنه المركز يعمل الأراضي اللبنانية كلها سوا. يقدم هالمركز رعاية شخصية لكل مريض وتوعية استباقية للمدخنين بالتزامن مع استشارة منهجية وعلاج ودعم مستمر لمدة 3 شهور. بستند هون اللي موجود ورانا الناس عم تقدر تشوف كأنه عندها مرض الانسداد الرئوي المزمن، ايه ولا لا؟ هالانسداد الرئوي المزمن ما بيجي غير من مرض الدخان بالأساس. في سيستم ماشيين فيه كرمال يعني البرونش، يعني كل العالم اللي عندهم معقول مشاكل بالتنفس اللي كان بدخنه او يعني سيجاره او ارجيله بياخذوا تريتمون له. صرنا مكتشفين كذا شخص مفكر نفسه طبيعي، ما هي هاي البرونشيت كرونيك ما يعني بتكون بروجريسيف، مو عم تقضيله على نفسه بدون ما يحس. الواحد بكون قرفان على السيجاره بس مش بايده يقدر يوقف، عم شارب اذا فيهم يساعدونا توقفها. كان بزياده علينا التدخين هالقد، قلنا 40 سنه بندخن، هلا انه نوقفها هلا. متابعين من اليابان، لنتعرف على مجموعة نساء قرروا أنه يسهلوا حياتهم بمتطلبات البيت حتى وصلت مشاريعهم وأفكارهم للمترو. تقرير. هن عندهم أفكار لتسهيل حياتهم وحياة نساء من عمرهم، قرروا يحولوا هالأفكار لحقيقة. مش بس شرحوا هالأفكار على الورق، الأفكار صارت حقيقة وموجودة بمتجر بمنطقة بتعجب السكان. ملاعق، أكياس للأحذية، مستلزمات طبخ، حتى تبقى الأطباق نظيفة. حتى أنه إحدى السيدات وضعت خريطة المترو كاملة للعاصمة اليابانية بطريقة جديدة وسهلة القراءة، وبعض الشركات طبعتها واعتمدتها. مين قال ست بيت مش ممكن تكون أهم مخترعة بالعالم؟ الهدف نشر الوعي عند اللبنانيين حول مرض التصلب اللويحي، الوسيلة مسيرة سلمية للمجتمع المدني إلى جانب المرضى. انطلقت من أسواق بيروت إلى زيتونة باي، معلنين عن هالمرض يلي مازال مجهول عند الكتار
بالرغم من عدد الإصابات المرتفعة وبكل أسف يلي ما زالت مستمرة. تقرير عن هالمسيرة يلي نظمتها جمعية أليساب من تبع عصبة. الرأس، الاحتفالات، الفرح والمسيرة السلمية. ارتقت الجمعية المدنية أليساب نشر الوعي عند المجتمع المدني حول مرض تصلب اللويحي أو المالتيبل سكليروزيس، لما زالوا لسوء الحظ مرض مجهول من فئة كبيرة من الناس، بالرغم من أنه هنالك 2000 إصابة سجلوا مؤخرا، كما أنه ما زال هنالك العديد من المصابين اللي بيخجلوا من التكلم عن الموضوع بالرغم من كونه مرض مثله ومثل غيره. أليساب تأسست بال 2012، نحن انطلقنا من جامعة القديس يوسف الـ USG. نحن أليساب هي الجمعية اللي بتتعاطى بالشأن الاجتماعي، وفي معنا فريق من الأطباء المتخصصين. مرض السيروز أون بلاك هو نوع بيعطي ضعف بالجهاز العصبي، ما بعد فيهم يمشوا يتحركوا، الوظائف بتتأخر لبرا. جمعيتنا أليساب تعنى بالمرضى اللي هن ما قادرين يسددوا حق الدواء، والمرض عادة بيضرب أعمار من 20 سنة لحد عمر 30 سنة، يعني most probably more or less. في عندك سببين بدهم يجوا مع بعضهم كرمال يحصل المرض. أول سبب هو مشاكل جينية وراثية قليلة كتير، وفي مشاكل بيئية مثل النقص بالفيتامين دي، عشان هيك المرض بيبقى أكتر بالمناطق أو البلدان اللي ما فيها شمس كتير. سنتر موجود حد أوتيل ديو بناية جبارة طابق الرابع. نحن عم نقدم مساعدات، عم نقدم فرق ضمان للمريض لأنه العلاج كتير مكلف. الجمعية شغلتها انه قد ما فيها تحكي عن المرض وتخلي الناس اللي مرضى بالمالتيبل سكليروزيس يعرفوا انه هن منهم لحالهم، انه في مين عم بيساعدهم، وفي محل بيقدروا يجوا يحكوا، بيقدروا يتعرفوا على بعض. صار لي 21 سنة، بلش معي بعين الشمال، بعدين صار بإجري وإيدي، وهلا كمان عم بتداوب، يعني باخذ دواء كونتينيوال، ما في شيء ستوب. منبسط انه بلش في حدا عم بفكر بهيدا المرض، لانه كان ما كتير الناس بتعرف فيه، حتى انا لما مرض ابني ما كنت اعرف عنه شيء ابدا. شوف الانسان عم يعرج، طب من شو عم يعرج هالانسان؟ انه ما حدا بيعرف، بيفتكر انه هو كاسر اجره يما شيء، بس احنا لا، مرضنا هو يعني معنا تقريبا من 9 سنين ونص انا عندي المرض، والحمد لله ماشي، بس اكيد يا دكتور معي كل الوقت. انا بستعمل ابر 3 مرات بالاسبوع. العالم بعد لهلا بعد ما بيعرفوا، يعني في ناس عم تموت بهيدا المرض وما عندهم علم بهيدا الشيء. بلشت احس بارتخاء باجري، وبعدين في من قبل ما ارتخاء باجري صار عندي شيء بعيني، يعني مثل ما تشقشعت بعيني. بس عم بعمل العلاجات اللي مطلوبة، ما بفتكرش انه هو بيصححوا يعني، بس بيخففوا من الالم شوي. بالتعاون مع نادي الهارلي ديفيدسون، نادي الهوك بلبنان، اللي بيستغني كل فرصة لمساندة الجمعيات المدنية، طلق أفراد جمعية الأليساب من أسواق بيروت إلى الزيتونة باي ليعرفوا الناس عن مرض تصلب اللويحي، يلي وبالرغم من أنه لا يشفى منه المريض،
إنما إذا تم معالجته بالطريقة الصحيحة وعلى الوقت يمكن التبطئ من انتشاره والتخفيف من آلامه وعوارضه. اليوم الهوك مثل كل مرة عم يلبي نداء لهالمجتمع، طلبوا منا أنه نكون عم ندعم مرض المالتيبل سكليروسيس اللي هو مرض موجود بيناتنا مش معرف عنه ومش مسوق، فنحن اليوم قررنا أنه نجيب بايكاتنا نلبس ثيابنا وندعمهم بهالمسيرة لينعرف على هالمرض أكثر ويكون عنا وقاية زيادة عنه. في كثير ناس منا سامعة بهذا المرض، في كثير ناس عم بتعاني منه، هذا شيء بيصيب الجهاز العصبي بالجسم وبيعمل خلل وظيفي بأحد الوظائف أو النظر أو النطق أو المشي. جمعية الأليساب اللي عم تشارك توعي العالم شوي عن هذا الديزيز طلبت منا نشارك ونحن وير براود إنه نكون بارت من هذا الإيفنت. نحن أكيد نكون داعمين وداعمين حيال الله إيفنت من هذا النوع. الهوك دائما معودة تعمل هيدول الإيفنتس اللي هن تخبر المجتمع ان احنا واقفين معهم. بعرف ناس عندهم اياها وهيدي شغله منا هينه ابدا، يعني من اصعب الامراض المستعصيه الموجوده. ف this is what we're here for and we're always here. Born to be wild. Born to be wild. انا زي جديد على لبنان ومبسوطه كثير لانه عم بيعملوا هيك. يعني ما كنت بتنظر انه في جمعيات بتهتم وبعدها مبلش جديد. صراحه انا ما كنت اعرف فيها المرض الا من كم سنه بس، يعني واحد اذا ما بيشوف وبيعرف انه ما بيكون اذا اجى لا سمح الله هالمرض ما بيكون ما بيعرف شو هو. انه مهم ان وعي الناس هيدا المرض لان هيدا المرض منه كتير معروف بس بيصيب كتير عالم وسخطوا لجان لازم يتخطوا المرض ويكسروا المرض لانه هيدا اهم شيء. والله يعطيهم العافيه وان شاء الله بيضلوا قادرين يكفوا. هذه هالكيس هاي منها هينه، جينا اليوم لنشارك معهم وندعمهم ونسندهم ونقول لهم شعب لبنان ما بيموت. اليوم العالمي لمرض تصلب اللويحي انكسر جدار الصمت عن هالمرض، وبفضل جمعية أليساب تمكن المجتمع المدني اليوم بالتعرف أكثر على هالمرض اللي ما زال مجهول من العديد من الناس. مرحب بضيفتنا لليوم مريم داغر مؤسسة MPT Studio. صباح الخير. أهلا وسهلا مريم. أو مريم بيرسونال ترينينج هو اسم المؤسسة اللي تقريبا صار لها حوالي سنة. مزبوط. قبل ما نفوت أكثر بالنشاطات اللي عم بتحضروها، شو هي باختصار شو هدفها لهالمؤسسة؟ هدفنا هو أول شيء نشر الوعي حول اللايف ستايل أو أسلوب الحياة الجيد ونخلي العالم تفوت الرياضة واللايف ستايل بحياتهم بشكل سهل، يخلوه يطبقوا النصايح مش بس يقروا عنها. أكثر عم تشتغلوا على الرياضة يعني مش على نمط الغذائي؟ بلا، كل شيء من الرياضة للنمط الغذائي للبسايكولوجي كله متعلق ببعضه. كيف بيمشوا سوا؟ يعني عم بتقولي كانت تشتغلوا على علم النفس وعلى أسلوب جديد بالحياة، كيف يعني أول شيء كيف ترغبوا الناس يلي هن بعاد عن الرياضة وما إنه جلادة؟ وكيف كل هالامور رح تمشي سوا؟ اوكي، بالاول اول ما نستقبل الزبون بنعمل له اسسمنت فورم، يعني بنعبي له اسسمنت فورم، هو بنشوف الهيستوري تبعوله، شو عنده امراض، شو هو حابب، شو اهدافه، ليه هو اجى لعنا، بنشوف شو وين بالكويستيونير ببين عنا وين باللايف ستايل عم بيكون في تقصير، مثلا اذا من ناحيه الغذاء ولا من ناحيه النوم ولا من ناحيه الضغط النفسي، اذا كثير عم بيشتغل ساعات طويله، اذا عم بيعمل رياضه ولا لا، اذا امتين وقف رياضه، كله ببين بالاسئله. كنت عم تقولي انه بتشوفه قبل اذا عنده امراض او مشاكل صحيه، بتستقبله الكل؟ نستقبل كل الاعمار، نستقبل اجمالا فوق 18، يعني لانه بنعتبر الاولاد يعني او اللي اصغر من 18 ما لازم يفوتوا على الجيم،
لازم يكونوا يعملوا نشاطات مناسبة لعمرهم، لأنه بعد بكير أنه يفوتوا يعملوا بادي بيلدينج أو حتى فتنس، يعني فيهم يروحوا يعملوا أكتيفيتي تخليهم يعملوا شوية موتيفاسيون، يعني هن يتحمسوا لها، يفوتوا بفريق يحسوا أنه هن بينتميوا لمجموعة، هيدا بيفيدهم أكثر من أنه يكونوا عم يتمرنوا لواحد. طيب أنتوا شو بتقدموا شيء مختلف يعني عن البيرسونال تريننج أو عن المواكبة الشخصية لشخص قرر يفوت على نادي؟ اوكي، اول شيء الملحق للشخص من اول ما يفوت حتى هو بالبيت، يعني بنتصل فيه وقت يخلص، بنتصل فيه ايام وقت يجي لعنا بنساله شو عمل بنهاره، اذا اكل منيح هو بيصير منه لوحده من دون ما نحن نجبره، هو بيصير نذكره من دون ما نقول له صح ولا غلط، هو بيصير يصلح لحاله مثلا اذا اجت الدهونه او الحفاظ على الوزن وطريقه العيش بعدين. اكزاكتلي، بتصير بعد فتره انه هو معود يسال حاله او يسائل حاله هل هو عن جد عم بعيش بشكل مزبوط ولا لا. هلا شو عم نشوف؟ نحن نظمنا هيدا الفند ريزنج ايفنت تبعولنا، نظمناه مع بيروت باي بايك، بتشكرهم انه ساعدونا لنجمع مصاري لعشر اشخاص ليضعفوا رح نشتغل معهم. بس كمان نحن قريبا عندنا another fundraising event لهدول العشر اشخاص ببروجرام اسمه Kill Your Fat، رح يكون هايكينج ايفنت، فين يتواصلوا معنا على فيسبوك بيج facebook.com/movemybody او داغر مريم @gmail.com. نعم. عم نحكي عن كل يور فات. نعم. رح تشتغلوا معهم مع 10 اشخاص. شو هو هذا البروجرام اللي رح تبلشوا؟ هو بروجرام متكامل، اول شيء بيحصلوا على جلسات بيرسونال تريننج 3 مرات بالاسبوع، مرتين بالشهر بيمرقوا على الدايتيشن. هن بيكونوا عندهم وزن زائد؟ هن بيكونوا اول شيء الكرايتيريا تبعولهم لازم يكونوا تحت ال40، هدول العشر اشخاص. أوكي. لازم يكونوا ما عندهم مشاكل صحية أساسية مثل ضغط أو سكري أو يعني مشاكل ممكن تأثر على صحتهم. منتبعهم من كل النواحي، نحن بده يكونوا زايدين وزن من 15 و20 كيلو، رح نتابعهم من كل النواحي، يعني من الرياضة للدايتيشن. ليش أكثر من 20 كيلو؟ لأنه مثل أي مرض الأوبازيتي بأول مراحله دغري بيحصل على نتيجة، يعني وقت يكون أوفر ويت، وقت يكون واحد زايد وزنه مش عنده أوبازيتي، لأنه وقت يبلش الأوبازيتي ببلش مشاكل صحية، وجع ظهر، وجع ركب، ببلش أبسطهم بيرجع الضغط، أنسولين انتالرنت كعب بدانة يعني نحن. إيه وقت طيب هلأ هالعشر أشخاص هني مش قادرين يدفعوا كلفة نظام معين لحتى يقدروا يخسروا وزن. انتوا اليوم عملتوا هالنشاطات مثل مع بيروت باي بايك، جلتوا بالعاصمة على الدراجات الهوائية لحتى تأمنوا تمويل لهالعشر أشخاص تيحصلوا على جلسات خاصة مع مدرب رياضي ويزوروا أخصائي تغذية. صحيح؟ صحيح. وقد البرنامج معهم مستمر؟ البرنامج رح يستمر لمدة 3 شهور، رح نساعدهم فيها أنه يخسروا أكبر وزن ممكن، بس بذات الوقت أنه ما يقتلوا حالهم مثل ما هلأ عم نشوف هنو عم بحاولوا يضعفوا، بالعكس رح نغيرهم اللايف ستايل وقتا يظهروا من البروجرام يكملوا باسلوب الحياة المضبوط، يعني يكملوا انه يضعفوا مش بس بثلاث اشهر، على مدى حياتهم يضلوا بنظام صحي وسليم. طيب هلا كنا عم نقول انه هن 10 اشخاص، نقيتون سبق ونقيتون ولا بعد؟ لا هلا نحن عم نعمل الفند ريز، عم نحاول نجمع مصاري. نعم، قد ما بنقدر عدد من العالم رح نحاول نشاركهم بالبروجرام. هدول العشر اشخاص بالمرحله في 3 فيزز، للثلاث مراحل للبروجرام. قبل في هلا المرحله اللي نحن عم نجمع فيها مصاري. اوكي. في مرحله يلي نحن رح نوظف فيها شخصين بيرسونال ترينر، يعني كمان عم نواجه البطاله بالبلد. ومرحلة اللي رح ننقي فيها العشر أشخاص، وبالآخر رح يبلش البروجرام لهدول العشر أشخاص ونتبعهم بعد على 3 أشهر، يعني ابتداء من أغسطس تقريبا من شهر آب. لكينا الناس فيها تقدم، يعني كيف رح تختاروا هالعشر أشخاص؟ لحن وقتها بعد تقريبا بعد شي شهر رح نعلن على الفيسبوك بيج وعلى السوشيال ميديا وعلى الـ
تلفزيونات اكيد انه نحن عندنا هذا البروجرام ونفتح ابواب الابلكيشن يعني عبوا استماره ورح نشوف حسب الملف. هلا كثير عالم متحمسين والكل بده ينضم لنا بس رح نشوف حسب الملف كل شخص اي اكثر شيء بيناسب الكرايتيريا. يمكن هذا النشاط صار لانه صار في كثير نسبه بدانه بلبنان. شو السبب الرئيسي؟ الجانك فود مش بس الجانك فود الستريس. نحن كمان في كونسلر او بسايكولوجيست رح تساعد العالم. الستريس كثير عم هو بيرفع من نسبه الكورتيزول من الهرمونات السيئه بالجسم بخليك تنصحي من دون ما انت لو ما اكلنا بننصح لا اكيد مع الاكل بس بدل ما الجسم يتخلص من الاكل بيصير عندك مثلا كونستيبيشن او بيصير عندك قله خمول او بيصير عندك كله هيدا الشيء ما لك اكزاكتلي كله مرتبط ببعضه. يعني عندك الناحية النفسية كتير بتأثر على الأشخاص وعندك أشخاص بيأكلوا their emotion بيأكلوا أحاسيسهم يعني ما بيظهروها لبرا بدل ما أحاسيسهم بدل ما ينفسوا مثلا برياضة أو بغير activities مثلا رسم كمان ممكن يكون طريقة تعبير بس نحن عم نحاول ناخدهم على أسلوب حياة هن يصيروا معودين على بعض الأمور يعني يعملوها هو أبعد من إنقاص الوزن هو أسلوب حياة صحي بالغذاء وبالرياضة وبالحركة وبطريقة التفكير. ميريام يعني أنت درستي هذا الموضوع هين الواحد يحافظ على شيب معين أو على شكل معين للجسم مثل ما أنت محافظة هو بصراحة يعني هو مش بتصير عادي يعني بتصير وقتها وعي عند الشخص وقتها يقعد أول شيء يقعد وقتها يأكل مش يأكل هو واقف ويمشي بسرعة يعني لا يعطي خصص وقت للطعام تبعوله ياخد البريك اللي بحق له ياخدها بالقانون ياخدها ويقعد مش على مكتبه ياكل يقوم ياكل بمحل المخصص له انه ياكل بالشركه او بخلال نهاره هذا بالاول ينتبه شو بده يحط بصحنه شو بتاثر اول شيء ما حدا عم بيلاحقك على التليفون لانه اذا انت قاعده على المكتب عم بيرن تليفونك يعني انت عم بتقطشي اكلك ثانيا ما عم بتموهي او عم بتغيري جو بفتره بين الشغل يعني حتى بتصير مور برودكتيف وقت ترجعي من بعد فترة الغداء بدل ما انه يقطش يعني طب بتزعبري بالاكل؟ اكيد ما في حدا ما بزعبر بس الفرق انه انا وقت زعبر تاني نهار وتالت نهار بنتبه شو اللي حيكون بصحني وبطل خبص يعني بصير انتبه اكيد رياضة بشكل مداوم بشكل مستمر مزبوط ونهار اللي بيكون كتير مخبص بزيد ساعات رياضة يعني كله بالاعتدال يعني بدك تعمل بالانس بين الاكل والرياضه. نعم ميريام نحن بدنا نشكرك بدنا نتمنى التوفيق بهالخطوه نتمنى اكيد انه هالعشر اشخاص اللي رح تشتغلوا معهم على نوعيه جديده من الحياه هيك عن جد يلتزموا بيقدروا كمان هن يغيروا ويستفيدوا من هالبرنامج. ميرسي كثير لكم شكرا لك واهلا وسهلا فيكي باخبار الصباح نحن راجعين بعد الفاصل.